اهلا بيكم في احلام اكاديمي، اتمنى تكونوا كلكم بخير. مبدئيا انا بشكركم على انكم وصلتوا الفيديو دوت ل 200 لايك وال 55 كومنت، وزي ما انتم كنتوا جدعان معايا ودعمتوني انا برضو هرد الجميل دوت ليكم، وهعمل لكم سلسله كامله على ازاي تعملوا ميكس لاغنيه باستخدام التشانل ستريب. بس التشانل ستريب بقى اللي انا بحبها هي فيها حاجات كتير، فلازم نبقى واحده واحده مع بعض كده ونصبر عشان اقول لكم تعرفوا تستخدموها ازاي. اسهل تشانل ستريب من وجهه نظري واكثرهم دقه للميكسر اللي هي بتعمله محاكاه هي BXSSL 4000E، اللي هو دلوقتي شكلها هيظهر قدامكم. ده شكل التشانل ستريب. ممكن شويه الناس يبقى المنظر بالنسبه لها معقد، او لا انا هستخدم الايكيو العادي او الكومبريشن العادي وخلاص، بس واحده واحده كده مع بعض هفهمكم ازاي تستخدموا كل الحاجات اللي جواها. في الفيديو دوت هتكلم على الاقسام اللي موجوده جواها، وهتكلم على الترتيب وكل الزرار اللي قدامكم بتعمل ايه، وبعد كده هنمسك قسم قسم هشرحه لكم بشكل تفصيلي، واقول لكم على التريكس كمان اللي جواه، وفي الاخر هبدا امكسج اغنيه باستخدام التشانل ستريب فقط. طبعا هستخدم ريفيرب وديلي وهكذا، بس اي عمليه ايكيو، اي عمليه كومبريشن، اي عمليه جيت هتلاقوها بتتعمل بالتشانل ستريب فقط، عشان تدركوا مدى واهميه وقوه التشانل ستريب لما تستخدمها بشكل صحيح في الميكس بتاعك. تعالوا نبص على التشانل ستريب بتاعتنا. لو احنا جينا بنبص كده هنلاقي القسم اللي فوق عندنا الفلتر، لو كات فلتر وهاي كات فلتر، بعد كده عندنا الكمبريسور، بعد كده عندنا الاكسباندر او عندنا الجيت، وبعد كده عندك القسم بتاع الايكيو اللي هما الفور نوبس، واحده لللو واثنين للميد وواحده للهاي، وبعد كده بيجي عندك ان جين، يعني الجين اللي داخل القناه بتاعتنا، عشان لو حسيت مثلا ان انت دلوقتي اول ما الصوت داخل على القناه لقيتها ان هي بتنور احمر عندك هنا في اوفرلود بيظهر هنا، يبقى كده الجين مش جاي مظبوط، فبتروح على الزرار بتاع انجين وتقوم موطيه شويه. لو دوست كنترول ودوست مره واحده على اي زرار منهم بيرجعه لاصله تاني. بعد كده عندك الفيرشوال جين. الفيرشوال جين دوت تقدر تقول ان هو بيديك ساتوريشن للتشانل ستريب بتاعتك مع الزرار بتاع تي اتش دي. كل لما بتزود التي اتش دي كل ما الساتوريشن كل ما الطعم بتاع القناه بيزيد عندك، بس معاه بتزيد النويز. لذلك هتلاقوا ان هما طول الوقت مشغلين الاكسباندر جيت باي ديفولت علشان يكت النويز دي، تاخد الهارمونكس من غير النويز، لان زمان كان بيحصل النويز دوت لما تيجي تستخدم انالوج كان بيبقى موجود نتيجه السيركتس اللي موجوده جوه الميكسر جوه الكمبريسور جوه الايكيو وهكذا. بعد كده عندك الزرار بتاع فيز، عندك زرار تعمل ميوت يبقى التراك دوت مش هيطلع صوت، وبعدين عندك حاجه اسمها انالوج ومكتوب 1 وقول. دي بتعمل ايه؟ دلوقتي لو جبت اي مكسر حقيقي وجيت تقيس القنوات اللي موجودة فيه هتلاقي بيحصل عندك الاتي، ان اول قناة لو قستها هتلاقيها مش زي التانية مش زي التالتة، كل واحدة فيهم بتطلع صوت شوية مختلف عن التاني بشكل بسيط جدا. فايه اللي بيحصل بقى في المكسر؟ ان بيجي مع الوقت المكسير لما كان بيشتغل على كونسول معين يكتشف مثلا ان الفوكال طلع احسن صوت بالنسبة له لما حطه على القناة رقم 10، فهو بيقوم مثبت القناة رقم 10 تبقى هي بتاعت الفوكال، لان المصنع عمره ما بيعرف يعمل كل القطع بتاعت المكسر ايدنتيكال 100%، يعني بقوش متطابقين 100%، على طول بيحصل ما بينهم اختلاف. فديجيتال كده هتبقى كل القنوات اللي انت فاتحها في السيشن زي بعضها، مفيش ما بينهم اختلاف. انالوج هتبدا كل لما تفتح مره جديده من التشانل ستريب بتاعتك يبقى في فرق ما بينهم في الهارمونيك ديستورشن. لو دوست راندوم هنا بيغير لك التشانل ستريب بتاعتك، بدل ما كانت موجوده على القناه رقم 1 و2 بقت موجوده على 20 و21، حاجه تقدر تعتبرها ان انت ممكن تلعب فيها وتشوف ايه اللي هيتغير في صوت الميكس عندك. ولو فاتح كذا واحده بقى ممكن تدوس اول، فهو طبعا بيطلع لك تحذير ان كده الميكس هيتغير فيه الهارمونيكس من كل حاجه للتانيه، وبيغير الارقام بتاعه كل واحده منهم. بعد كده عندك زرار اوتبوت علشان تتحكم، لو انت مثلا كنت زودت الايكيو اللي موجود كده فالصوت عالي، فبتيجي هنا توطي عشان لما تقفل وتفتح تسمع على نفس الليفل. والبلاجن بتاعك ريسايزابل، يعني تقدر تغير الحجم بتاعه، تقدر تكبره كده، او لو الشاشه بتاعتك صغيره تقدر تصغره كده وهكذا. ده الشرح البيزك بتاع التشانل ستريب عندنا. الحاجه الاخيره اللي عايز اقولها في الفيديو دوت قبل ما نمسك قسم قسم نوريكوا الحاجات اللي جواها بتعمل ايه هي الترتيب. التشانل ستريب لما بتفتح باي ديفولت كده في زراير تحت اللي هي ايكولايزر 2 وفي داينامكس 2، لو دوست كده كي هيبقى دلوقتي دوت بيشتغل على السايد شين، يعني لو انت مثلا حاطط ده على البيز ومديله سايد شين من الكيك لو في سيشن عندك يبقى كده الكمبريسور هيشتغل على السايد شين، شلتها لا يبقى هيشتغل على التراك ذات نفسه دايركت هو والجيت اللي موجود عندنا. طب الاي كيو لو عملت كده
الإكيو دوت هيتحول لديناميك إكيو يروح للكمبريسور. بمعنى إيه؟ دلوقتي مثلا لو أنت جيت على التردد بتاع 200 وقمت مزوده مثلا 9 dB، مش هتسمع ان الصوت عالي 9 dB، لكن هتبدأ تلاقي ان الكمبريسور بتاعك بدأ يشتغل اكتر وبدأ يشتغل اكتر على المنطقة دي. وممكن تعمل العكس، ممكن تعمل كده يبقى هو الكمبريسور بيشتغل بس ما بيضغطش المنطقة بتاعت 200. لو عملت بري دايناميك يبقى كده دلوقتي الترتيب بتاعنا عندنا الفلتر، وبعد الفلتر رحنا للإيكولايزر، وبعدين رحنا للكمبريشن، وبعدين رحنا للجيت. الفلتر كمان فيها دايناميك سايد شين، يعني لو دوست دلوقتي عليها دايناميك سايد شين وجيت بتعمل كده على اي صوت من الاصوات الاوريجينال اللي موجود عندك في السيشن، مش هتلاقي مثلا ان اللو اللي في الصوت ده راحت. لكن هو كده مثلا دلوقتي لو انا اخترت التردد بتاع 250، لو حركت كده واخترت مثلا وقفت عند 250، كده الكمبريسور بتاعنا والجيت هيشتغلوا من بعد ال 250. الفيديوهات اللي جايه هنمسك قسم بقى نتكلم عليه ووريكم كمان هو ازاي بيشتغل. لو عجبكم الفيديو دوت ادوا له لايك واشتركوا في القناة واستنوا باقي الفيديوهات. سلام.